إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جديد باتش مباشر آخر من الدار البيضاء. استقبلتنا هاد السيدة مسكينة في هذا الليل بالمشاكل ديالها، بالهموم ديالها، بالمرض ديال الإبن ديالها. كتعيش ظروف صعيبة. غادي نخليوها هي تعاودها لينا. السلام عليكم خشي. السلام عليكم خويا. عاوديني. أنا كنعيش أخويا في دار الكرا، وعندي واحد الوليد نيت مريضها، هي كان زيود في نيت في القرعة. عندي ظروف شوية قاصحة، عندي 119,000 ريال نيت، عندي 119,000 ريال شادي ليا لاكارت في ميريز جول فرماسيان، كيسالني 40,000 ريال. تا هويا مولا الدار اللي ما خلصتهاش كتقول لي لوح لك حوايجك في الزنقة. عندي ظروف شوية صعيبة بزاف، وكاين الليلة اللي ما كنلقاش ما نوكل هاد الوليدات. هو الدري دابا صغير، هو اللي كان مزيود في القرعة، ما عندي ما نعطي، عطيتو اتاي نيت في الرداحة، ها هي كتشوف فيها. واش نعطي شي دري صغير؟ عطيتو اتاي في الرداحة. حيدي الدري، حيدي الدري، حيدي الدري. تيتي يا ماما، تيتي انجز، حيدي انت، انا عطيتو نيت. لا انجز، خلي الدري ما خاصش يبان. ما خاصوش يبان، حيديه. عطيه شي حاجه يلعب بها ولا شي. يعني فكيف كتتابعوا معنا متابعينا الكرام، السيدة يعني عايشه في بيت واحد. ايه كملي ليا. وكنعيش اخويا في ظروف شويه صعيبه. انا عاودت لكم على المشاكل اللي في ميريزكو. انا حاليا اللي ما لقيتش باش نخلص الكرك كتجي مولا الدرك حوايج عديد باش نوقف اليوم. صالح الطواليط حاليا ساده الطواليط اليوم يومين، وهي ساده الطواليط برك ما نصيبش كدير كدير بيبي. انا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، انا مرتيني عاونوني في سكينه النهار اللي ما كنلقاش كنخرج للطبيب. هو الوليد عنده عامين وشهرين واحد ونص. النهار اللي ما كنلقاش كنعيط، كنعيطش عليهم. جبت هاد الشهود سمعت ودنيكم. شنو المشاكل اللي تصافت بزاف؟ هي دار الكرا، هي اللي كتصافت بزاف. انتي عايشه مع شي وليدات في هاد البيت هذا؟ عايشه انا وليداتي في هاد البيت. انا كاريه ب 22,000 ريال ديال الموطور، كتشري 25,000 ريال. ما كنصيبش باش نخلص. خلي الدري يمشي، خرج حدا خوتو هنايا باش نكمل. سير اجي اجي. يعني اكيد كتشوف، يعني كتشوف الازمه اللي كيمروا بها بعض الناس. لا اله الا الله، مسكينه وليدها صغير مريض، الله يصاوبو صافي. شحال النمره ديالك اختي؟ لا
غير خليه الشطاره ديالك شنو انا طالب ديري الوليدات اللي ما عنديش باش نعيشهم والكري اللي جاني اخويا صعيب بزاف هو اللي طريت فيه حاليا الغطاء دابا الغطاء حاليا مختار حاليا الغطاء ما عنديش باش نتغطى جابوا لي واحد جيب جوج رومونطات قدام هانتوما كتشوفوا في الحلق ضعيف واش هي شي كتعيط عليا دابا صافا صافا واحد ها ماما ملي سالتي وماما ها يعني فالنمره ديال هاد السيده هذه هي شي واحد في الاخوان يعني تكلف يكتبها لينا صفر ستة صفر واحد لا صفر سبعة ماشي صفر ستة صفر سبعة صفر واحد ستة وسبعين فرجعنا لكم يعني متابعينا الكرام بعد ما انقطع المش فنكملوا وحيدو شحال شي بلا سبعة صفر سبعة صفر واحد صفر سبعة صفر واحد ستة وسبعين ستة وسبعين خمسة وثلاثين خليك معايا شحال في الآخر سبعين هذه هي النمره ديال السيده يعني هي وليداتها مسكينه الله يصاوب لها ان شاء الله يا رب العالمين اكيد خشي خشي المغاربه اخوتي كاع المغاربه خوتنا غادي يحاولوا لانهم يعني يساعدوك ويشوفوا من حالك ان شاء الله كلمه اخيره خشي شنو بغيت توصلي نطلب من المحسنين يعاونوني على وجه الوليدات صافي هادشي اللي كنطلب منك نتمنى يعني من الله ديالك تكون واضحة متابعينا الكرام يعني الشكر شي بعينيكم نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء